والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله محمد. أجل مشاركة ولا مو مخطئة، بس المطلوب منكم تتأملون بالمعاني، نتأمل بمعاني الكلمات. زينب هالمسيح الصيح، وين المرتضى وين؟ عدنا ما بقى الهيان، ما تنهض تحامين. انت البطنك مندوب، وانت تحضر الشدات يا علي، وانت تأمل الخايف من الوادم يوم الحملات، ما تسمع عتب زينب تصيح وتسجب العبرات. وينك يا علي وينك؟ ذبحوا يا علي حسينك. وسلبوا حلل نسوانه وحرقوا كل صواوينه. قبرك يا علي لمك، وعيونك اللي لا تنام، وبناتك صايرة بشدة وعليها دايرة الظلام. من جلجل عليها الليل، زينب لمة الأيتام، فقدت من يتام حسين طفلة وجرت منها العين. قامت تصفج الجفين وتدور على الطفلة بالوادي وميادين. شافت من بعد فارس لعد صوب الخيم مجبيل، قامت زينب تنشد ومنها القلب متوجل. يا فارس ما شفت طفلة ومنها الدمع قام يهيل. قال لها سمعتونين يا زينب بالمعارة الحين، روح الجسم اخوك حسين اظن هناك تلقيها، والفارس جرت عينه. من سمعت حكي الخيال زينب راحت بهمه، تصيح بصوت وين انت يا بعد الروح يا عمه؟ سمعت من بعد ونا، سمعت من بعد ونا، وحدة تحاجب اليمة تقل يا ابويا بعدت خيمي، وما حد من هلي يمي، اريد اصلى عند امي ما تنهض توديني لعند امي يا مسكين. يا ابوي اظلم علي الليل، ومن خوف انخطف لوني، واهلي صاروا بعيدين ما ظن بعد يلفوني. ربضت زينب وصاحت لا تخافين يا عيوني. قامت شقت عليها وتلوذ من الوجل بيها، وعمتها تحاجيها يا عمش وصلك لهناه وندور تخلينا.
تسمع جواب الطفلة، تقلها الخيل من هجمت وعود حرقه وخيمه، على وجهه من الخيم فرت من الخوف يا عمه، اجيت لقيت ابوي حسين نايم وقعدت يمه، تقول له اخوي اخوي توصيني بالايتام، هاي انا حرمه وطحت ما بين الله، هذه يتاماكم تلود ببعضها ولكم نساء تلتجي بنسائي، يا الله اللهم لا تخرجنا من هذه الدنيا حتى ترضى عنا بحق محمد وآل محمد. وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات رحم الله من قرأ الفاتحة قبل الصلاة على محمد وآل محمد.